السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات واحنا شغالين بنعمل المشروع بتاعنا بنبقى محتاجين الموقع العام اللي حوالين المشروع، فالموقع ده اسمه كاد ميبر، بيبدأ يحمل لي خطوط الأوتوكاد أو بيحمل لي الأوتوكاد اللي حوالين المبنى بتاعي، المباني اللي حواليا وهكذا. انت بس عليك تحدد المنطقة بدقة وهو يبدأ يعمل لك لون فيها. الملف اللي بتحمل دي اكس اف بيبدأ يشتغل مع الأوتوكاد، بيشتغل مع سكتش اب، بيشتغل مع الستريتور، والراينو بيشتغل مع الفوتوشوب. بقول له بس عايز ابدا، تبدا تحدد المكان اللي انت عايزه اهوت، تمام. وبعد كده تحدد هل انت عايز تشتغل بيه على اي حاجه، والمجاني بتاعك 1 كيلو متر مربع، يعني لما تيجي هنا تقدر تعمل زوم، تمام. اكتر من كده بيبدا يقول لك ب3 متر مربع بفلوس، المجاني 1 كيلو متر مربع، وتقدر تعمل سيرش هنا على المكان اللي انت عايزه كأنها جوجل مابس، تقول له كريت فايل بيبدأ يجهزه لك ويعمل له داونلود، وفي خطوط أكثر تفصيلا للي انت شايفه. هو الملف بحجمه صغير جدا يعني، خلينا نعمله هنا. فهيزرب الملف بالشكل دوت. انا عندي المشروع بتاعي في الحته ديت، ده المنطقه اللي حواليه.